من قمة إلى قمة ترتقي الجزائر بعملها الدبلوماسي في مسار يتعزز بدور ريادي وحضور قوي. مؤتمر شرم الشيخ للمناخ هو استمرار لمسار الجزائر الجديد. الجزائر كانت محوراً استراتيجياً في قلب الاهتمام والإشادات من قبل رؤساء وقادة العالم المشاركة، أين حظي السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. حضور الجزائر في قمة المناخ 27 كان بارزاً من خلال سلسلة لقاءات مكثفة للسيد الرئيس قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، حيث جمعت السيد الرئيس محادثات ثنائية مع رئيس النيجر محمد بازوم، أين كانت العلاقات الثنائية محور اللقاء. لقاءات ثنائية ومحادثات تتجدد مع الأشقاء العرب بعد قمة الجزائر، حيث التقى السيد الرئيس مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد. ليلتقي بعدها السيد الرئيس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، أين تطرق إلى عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والوضع الراهن في ليبيا. كما كان لرئيس الجمهورية حديث مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي. القضية الأم بالنسبة للجزائر حاضرة أيضا في لقاءات السيد الرئيس، حيث التقى رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء دولة فلسطين محمد شتية. رئيس الجمهورية وفي سلسلة اللقاءات التي جمعته مع القادة والرؤساء تحادث أيضا مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. لقاءات أخرى مكثفة تعكس مكانة الجزائر على المستوى الدولي والقاري، حيث كانت للسيد الرئيس لقاءات مع القادة الأفارقة، حيث التقى مع الوزير الأول الإثيوبي أبي أحمد علي. وبعدها تحدث مع رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو أومبالو. كما جمع رئيس الجمهورية لقاء مع الوزير الأول المالي بالنيابة عبد الله مايغا. كما كان للسيد الرئيس محادثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود.
رئيس الجمهورية جمعه أيضا لقاء مطول مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يتقاسم نفس وجهات النظر مع الجزائر، خاصة ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. الشقيقة تونس كانت أيضا حاضرة في أجندة لقاءات الرئيس، حيث تحدث رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. وقبل انطلاق أشغال مؤتمر المناخ 27، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع القادة والرؤساء المشاركين. ومن داخل قاعة الجلسة الافتتاحية إقبال كبير على الجزائر، حيث التقى سيد الرئيس مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو. كما جمع السيد الرئيس حديث مطول مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، بداية أود أن أرحب بكم جميعا في مصر. إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، وهي مواجهة تغير المناخ. من خلال أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، سبب المشكلة وبالتالي فإن العمل البشري يجب أن يكون الحل، والعمل من أجل إقامة الطموح وبناء الثقة خصوصا بين الشمال والجنوب أمر ضروري. العلوم واضح أي أمل بحد ارتفاع الحرارة ب 1.5 درجات يعني انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، ولكن الهدف المتمثل ب 1.5 درجات هو داعم للحياة، ولكن كان جاري ونحن أقرب إلى نقطة لا عودة، وهذا أمر خطير. وتجنبا لهذا المصير السيء فإن كافة الدول يجب أن تسرع انتقالها في هذا العقد. الدول المتقدمة مجموعة 20 عليها أن تقوم بالقيادة، ولكن